جينا نلعبوا المباراة في ظروف صعبة جدا بحكم الوضع في النادي. اللي ما يعرفش لازم يعرف انه الى حد الان اللاعبين والاطقم الاداريه ماهوش فقط في لعبه كره اليد، لكن في كل الالعاب اللي هي 15 لعبه او 16 لعبه تقريبا ما خذوش الرواتب تاعهم بدايه الموسم. يعني رانا في 8 شهور، فاصلا هذا صعب. وزيد على ذلك عندنا كثير من الاصابات ولاعبين غادروا، واحد راح رومانيا الدايره راح يعطون المجر الدايره النادي، والثاني بو هدار راح لفرنسا. ومع الاصابات فصعب التدوير عندنا، يعني قاعد تلعب 6 لاعبين اللي كنتوا تشوفوا فيهم فقط، مركز واحد تاع الظهير الايمن لارير جوز دروالي كنت نقدر نبدل. لكن في النهايه كانت مباراه يعني كما تقول مزيره يعني في النتيجه، يعني سيري حتى تقريبا يعني ال7 دقائق الاخيره. مبروك على فريق انتوكا، وحنا ان شاء الله تتعدل اوضاعنا على كل حال، واللاعبين تاعنا ان شاء الله يتقاضوا الرواتب تاعهم يعني. اوكي، ورمضان كريم، صحة رمضانكم جميع الناس وجميع الشعب الجزائري. شكرا. بون، كانت مقابله بين فائز بالبطوله والفائز بالكاس، كانت مباراه قويه، كانت فيها نديه حتى الدقائق الاخرى. فالكش احنا عندنا مشاكل بزاف بزاف بزاف، رانا نعانيو في صمت. احنا كما نقول لك رانا نلعبوا على اللي كولر، ما خالصين 7 شهور، دراهم ما كاش. لي جوار عندنا بليسي، واحد 5 ولا 6 بليسي. البارح ديبلاصينا في ظروف شويه صعيبه، وصلنا حتى للزوج تاع الصباح باش تخمم، مي هادو ماشي اسباب. احنا مدينا اللي علينا الحمد لله، هما بصحتهم مبروك عليهم يستاهلوا، واللي حب يربح جاتو صحته. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.